صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الجمعة 13 كانون الثاني. نشاط مجمع نازك الحريري لتنمية القدرات الإنسانية السنوي بمناسبة يوم البريل العالمي، أيضا افتتاح فرع جديد لكورال الفيحاء بكسروان بعد طرابلس وبيروت وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الأب خليل رحمة مدير مدرسة الموسيقى وكورال جامعة سيدة الويزة، لنحكي معه عن الأسبوع اللبناني لموسيقى الأورغن يلي رح يصير للسنة الثانية على التوالي، وأيضا الدكتور نبيل حسني مؤسس جمعية التربية على السلام لنحكي معه عن كتابه Leadership and Holistic Education وكتيب الجمعية التربية على السلام ثورة على اللامبالاة. قبل كل هالمحطات مثل العادة محطة مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا مدام منى عمر العزة. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله. كيفك بهالشتوات؟ حلوين كانوا على رواق. أكيد إيه هيك هادين كانوا. لأي متى باقيين؟ للظهر اليوم. أوكي. اليوم رح يكون جزئيا مع أمطار متفرقة خاصة الصبح وما في تغيير بدرجة الحرارة. نعم. بكرة غائم جزئيا كمان في استقرار عنا بدرجة الحرارة، بيتحول تدريجيا ابتداء من الظهر لغائم مع انخفاض تدريجي للحرارة. أمطار وثلوج على ارتفاع 1500 متر، برفع أحيانا برق ورعد، رياح ناشطة من وقت للتاني. بيدنا مستوى الثلج بالليل مع انخفاض درجات الحرارة ممكن يوصل إلى 1200 وبعدين لل 900 خاصة بالشمال. الأحد رح يكون غائم وممطر فجرا مع درجات حرارة باردة صباحا، أكيد مع تحذير من جليد على الطرقات الجبلية والداخلية. بتحول الطقس إلى قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار. الحرارة اليوم على الساحة تكون بين 7 و 18، على المرتفعات من 3 إلى 13، الأرز من -4 إلى 6 وبالبقع من 0 إلى 14. ريح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة، الرطوبة على الساحل بين 30 و65%، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة الماء 16 درجة. اوكي، نشكرك على كل هالتفاصيل. نحن بكره بنرجع بنحكيكم. صباح الخير جوال. صباح الخير لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. جولة على عناوين الصحف. مطار رفيق الحريري الدولي اليوم بصدارة عناوين الصحف. إذا اليوم الجمعة 13 كانون الثاني وبنبدأ مثل العادة مع النهار. لا حل للملاحة والمشنوق يفجر استحالة، عون نرفض استعمال أي سلاح في الداخل، ولا دور للمقاومة في الداخل. ضمن أسرار الآلهة، بدأ مجلس الإنماء والإعمار كأنه في مواجهة الحكومة والقضاء، إذ نفى كل ما بني عليه من إجراءات وقرارات في شأن الكوستا برافا. يكثر أحد نقباء المهن الحرة من إطلالاته الإذاعية في برنامج محدد تقدمه إعلامية قريبة منه. وزع مجهولون رسالة عبر الفاكس تؤكد استمرار الخلاف مع بطريرك الرومي الكاثوليك الذي يستمر في رفض الاستقالة. أوعز مسؤول إلى محيطين به وإعلاميين قريبين منه للقيام بحملة ضد العودة إلى قانون 60 وتحميل مجموعات معينة المسؤولية. وبختم ضمن اقتصاد، هل يكون جاتكا فرصة لإنعاش الاقتصاد؟ نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة، وبأبرز ما كتبت شوارع الموصل خطوط تماس وحدائق منازلها مقابر. مرشحا الدفاع والCIA يتشددان مع روسيا. حكومة الشرق تدين إنزال قوات إيطالية وأمريكية في الغرب. موسكو تدعم حفتر لوجستيا وتفعل اتفاقات قديمة. عقوبات أمريكية على 24 مؤسسة ومسؤولا بينهم 4 ضباط برتبة لواء في قضية استخدام الكيماوي. أنقرة تشدد ضغوطها على المعارضة السورية. تكاثرت مع تراكم النفايات في مطمر خلدي، طيور المطار تستنفر الحكومة اللبنانية. وختاما، ظهور نجلي مبارك يثير حفاوة وجدالا. من الحياة إلى المستقبل، باسيل للمستقبل لا يجوز التدخل في شؤون السعودية. عون بعد قمتي الرياض والدوحة، الطائف ضروري وسلاح المقاومة مؤقت. أما بالصورة الرئيسية، لقطة تذكارية مع متطوعي الدفاع المدني بالسرايا الحكومة مع الرئيس سعد الحريري. الحريري للدفاع المدني ترفعون الرأس.
بوتين وأردوغان يسعيان لتوسيع الهدنة تحضيرا لاجتماع الأستانة. عقوبات أمريكية على النظام السوري لاستخدامه الكيماوي. تجارة النفط بين الأسد وداعش. باب التشريع يفتح على مصراعيه. غصن يعبر عن ارتياح العمالي للقاء مع رئيس الحكومة. عميل سري بريطاني يفضح ترامب وبوتين ويتوارى. وبعنوان أخير، إذا فينا ننزل شوي لنشوف صورة الراحلة الماما كريمة مختار يلي رحلت من بعد ما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه الممثلة كريمة مختار توفيت امبارح عن عمر 82 سنة من بعد صراع مع المرض. أكيد من عز الجسم الفني المصري والعربي برحيلة. منتابع مع الأنوار وبأبرز ما كتبت المشنوق: سأدعو لإجراء الانتخابات على أساس 60 بانتظار القانون الجديد. إجراءات حكومية ضد طيور المطار. معارض للشرعية الليبية: سيطرنا على وزارة الدفاع. تفجير انتحاري في دمشق وغارات على إدلب وريف حلب. وبقلم المحلل السياسي نهاد المشنوق: هذا هو. الجيش الحر يفكك ألغام داعش بشمال سوريا. القوات العراقية تضيق الخناق على داعش بشرق الموصل. وبالأخبار الاقتصادية: السعودية والكويت تؤكدان خفض إنتاجهما النفطي. أما بالأخبار المحلية: الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وأيضا إضاءة على دورة تدريبية بين الجيش واليونيفل. وبختم مع قلم رفيق خوري: رئاسة بلا فضائح وعنصرية لا تموت. من الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء: وزراء سعوديون وقطريون إلى لبنان والمهل تعوم الستين. معالجة فورية لإقفال مطمر كوستا برافا وحماية المطار. وسجال بين المشنوق وخوري حول الميكانيك. غارات إسرائيلية على مطار المزة وتفجير انتحاري في دمشق. عقوبات أمريكية على 18 مسؤولا رفيعا بنظام الأسد. في اللواء أيضا وبقلم نادين سلام: السياسة في مهب النفايات. نتنياهو يعتبره خدعة فلسطينية برعاية فرنسية. أولاند: مؤتمر باريس لتأكيد حل الدولتين. الكرملين يحذر: خطوة عدائية تهدد أمننا. أمريكا ترسل أكبر تعزيزات عسكرية إلى بولندا. وبعنوان أخير: العناية بالطفل والأم كرمت شقير وعقيلته. من بعد اللواء عناوين صحيفة البلد: القضاء يغلق الكوستا برافا وعون يعيد بقانون انتخاب. مكاسب جديدة للجيش جنوب الموصل. تفجير انتحاري يهز دمشق وبحث توسيع وقف النار. نتائج انتخابات التيار في عكار: اعتراضات وطعن. النفايات راجعة والحكومة تعالج الأزمات بالكش. المتحد يسحق الحكمي بفارق 23 نقطة. بالأخبار الرياضية منتابع جولتنا، ومن بعد البلد منوصل إلى العناوين باللغة الأجنبية وبترجمة لعناوين The Daily Star. وأيضا المطار وطيور المطار بالعناوين الرئيسية: المسؤولون يوافقون على تدابير السلامة في المطار من الطيور. وزير الأشغال العامة يعطي توصياته لإبعاد الطيور عن أجواء المطار. بعنوان أخير: عقوبات أمريكية على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية. منتابع مع لوريون لوجور وبالعنوان الرئيسي: عون يتابع تركيز السياسات. في ظل خطر طيور النورس الحكومة تتصرف. منتابع جولتنا ونوصل إلى عناوين صحيفة الشرق: عون الانتخابات ستجرى بقانون جديد. لبنان خارج المحاور والهبة السعودية يبحثها وزيرا دفاع البلدين. 74 اقتراح قانون على جدول التشريعية. ريفي يستعين الشوكولا لحماية القلب والدماغ. وحول أزمة النهار: النهار حول أزمتها المالية سيلنا ممتلكات لسداد المستحقات. وختاما: رحيل كريمة مختار. أو بختم مع قلم عوني الكعكي برأي الشرق ومقالة اليوم: عون رئيس كل لبنان. منتابع ومن الشرق إلى الشرق الأوسط: المعارضة تربط مشاركتها في أستانا بتثبيت الهدنة وتوجه للقبول بوفد عسكري. عقوبات أمريكية على مسؤولين سوريين بسبب الكيماوي. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤيد تحالفا إقليميا بدلا عن واشنطن. حكومة الثاني: 1000 جندي أمريكي دخلوا طرابلس سرا.
محمدي قال أن هناك مخاوف من تدخلات طائفية في التعليم والإعلام. برلماني أفغاني يتهم إيران بنشر الفوضى في بلاده. وزير الدفاع الأمريكي المرتقب يتودد لاستخبارات بلاده وينتقد بوتين. اختفاء العميل البريطاني مفجر تقرير ترامب. طوارئ في قطاع الصحة البريطانية. وختاما البشير يجري عملية قسطرة الأطباء ينصحونه بالراحة. نوصل إلى الجمهورية ومعهم كنا عم نختم جولتنا على عناوين الصحف وبعنوان الرئيس عون الحزب منخرط في نزاعات المنطقة. وقائع مشاورات أنقرة حول لقاء أستانا. جهات نافذة متورطة في تهريب السيارات المسروقة إلى تركيا. وبعيدا عن السياسة ضمن ملف إضاءات، هبة طوجي بغني لك يا وطني صرخة ألم وأمل. وبختم مع الصورة الرئيسية إقرار جدول الجلسة التشريعية. ومعها صورة من الجمهورية بنكون ختمنا جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول وبنرجع مع الأخبار الفنية والثقافية مع جوال. بجولة على المحطات الثقافية والفنية وبعد الأسبوع يلي خصص لأفلام المخرج المصري محمد خان بيطلق مسرح اسطنبولي أسبوع جديد تحية للممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز ابتداء من نهار الأحد المقبل بسينما ستارز بالنبطية يلي رح تعرض مجموعة من أفلام ساحر السينما العربية مثل كيت كات يلي هلا عم نشوف بعض المشاهد منه، الكيف، الساحر، إبراهيم الأبيض وغيرها. والعروض ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر. بيدفع كام إيجار للقهوة كل شهر؟ 5 جنيه و60 قرش. وإيجار الشقة كان بيروح للمية. والمرتب عملت توكيل لأمي تقبضه كل أول شهر عشان مصروف البيت. بتكلمني عن إيه؟ عن الحشيش؟ الحشيش ده هو الذنب الوحيد اللي في حياتي. مثل ما جرت العادة متروفان بيستعيد كل فترة اسم لفنان من الزمن الجميل، وهالمرة الخيار وقع على المطربة نور الهدى. تحية لهالفنانة من خلال استعادة لأبرز أعمالها مع شانتال بيتار غناء، الياس مسعود على القانون، أحمد الخطيب على الإيقاع وغيرهم. 3 مواعيد مع هالأمسية 25 شهر 1 و8 شباط على الساعة 10 المساء. غايب هو عنوان الفيلم المصري من إخراج نادين صليب يلي حاز على جوائز عديدة. رح يتم عرضه يوم الأربعاء 18 الشهر الساعة 8:30 المساء بمتحف سرسوق. عفا أقول لك الوحدة المصرية ومزارع عيلو بنها ماما بتحس يعني كلمة ماما دي حدا ما فيش زيها في الكون. لو عند دمه كان دمه ريحنا. ما فيش دمه في الشوارع في الشوم وما دهاش تشيه ده. ما عندوش دم. ملك نير محورة ما طالبهمش. موعد مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة أندري الحاج يلي رح تستضيف لأول مرة عازف العود العراقي الفنان نصير شما بأمسية موسيقية على خشبة مسرح اليونسكو يوم الخميس 19 الشهر الساعة 8 المساء. وهلأ عم نشوف بعض المشاهد من التمارين يلي عم تسبق الأمسية.
كلهم سوا عمل مسرح جديد من تأليف وإخراج كميل سلامة والتمثيل لبديع أبو شقرة، باتريسيا نمور ورودريغ سليمان. بيبدأ عرض العمل على خشبة مسرح دوار الشمس ابتداء من 2 شباط الساعة 8:30 المساء. بعد 44 سنة قرر عبد الكريم الشعار الإفراج عن أغنية وحدي أنا والكاس يلي بتعود لسنة 1973 للملحن مطر محمد ومن كلمات إلي شويري. هالأغنية يلي عرضت على الفنان عبد الكريم الشعار وبوقتها تحفظ عن غنائها رح يغنيها اليوم كأغنية منفردة على خشبة مسرح مترو المدينة ب 21 و 28 شهر الساعة 10 المساء. رح نسمع هلأ لسه فاكر أكيد من أمسيات سابقة على خشبة مسرح مترو المدينة. يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا بدعوة من جمعية شمس عرض راقص لكلارا سفير تحت عنوان القالب مساء اليوم بمركز دوار الشمس. التأليف الموسيقي لمصطفى سعيد، تصميم الملابس لعبير قبيسي، والعرض الساعة 8:30 المساء. أيضا أمسية وهابيات مع دالين جبور غناء منفرد، تمام سعيد على العود وأمر عمري على الإيقاع. الموعد يوم الأربعاء المقبل ب 18 الشهر الساعة 8:30 المساء بالأونوماتوبيا ببيروت. هيدا إذن كانت جولة سريعة على أقرب وأبرز المواعيد السقفية والفنية. نرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم. مؤهل أول أحمد شعبان معنا من غرفة العمليات المشتركة. صباح الخير. إيه صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله انت منيحه. منيحه يا عم تضحك علي. يلا تفضل. تغلط ما بيأثر. بالنسبه لحركه السير شو بدنا نخبرك، هلا حاليا صار في عندنا مشكله على مدخل سوق الاحد، تعطلت مضخه بطون، كانت عم تضخ بطون لورشه مقابل مدخل سوق الاحد. بهالاثناء من دقائق نزلت، انما عملت لنا ازمه سير وضغط سير كثير قوي على بوليفار سن الفيل. كل الاشارات وصولا صالومي، حايك، جسر واطي، اشاره دكواني النافعه، دكواني بلديه، الفري واي، كل هول هلا من ورا هيدا الجباله ما بعرف شو. صحيح، ما صارت تمرق سياره من حدها وطولت لحتى تم معالجتها. لصلحوها وقدروا يشيلوها من المكان. هلا بتسكر بيروت كلها سوا. ما مشكله، هلا بدها تاخذ وقت لحتى ترجع ليرجع السير لطبيعته، اكيد بدها تاخذ وقت. نصحنا المواطنين بنشر سابقا انه يسلكوا طريق نهر الموت الدوره الكارنتينا. كمان هيدي تساعد شوي، انما كمان ضغط سير هونيك، بتعرفي يعني كثافه سير كثير عم تيجي من المدخل الشمالي ما بتلحق. وين هي؟ وين تعطلت؟ هي تعطلت على مدخل سوق الاحد على جسر الواطي. اوكي.
اوكي. هيدا بالنسبه للمدخل الشمالي. بالنسبه للمدخل الجنوبي حركه السير عم تكون عندنا كثيفه من الناعمه باتجاه خلدي الانفاق طريق المطار دون توقف او مشاكل. على الوزاعي كذلك الامر الحركه ناشطه. في عندنا حركه كثيفه وكان في عندنا شويه ضغط سير على مفرق الليلكي طريق الحدث شوي فات بسبب اصطدام ثلاث مركبات اضرار ماديه وتم معالجتهم، انما عم ياخذ كمان تعرفي تراكم السير بياخد وقت ليرجع طبيعته. داخل بيروت عندنا ضغط سير المدينة الرياضية نفق سليم إسلام الوسط، في عندنا ضغط سير كذلك قصقص سجادة عمر بيهام العاملية، ضغط سير على كورنيش المزرعة استراد الرئيس الهراوي باتجاه اوتيل ديو، ضغط السير الصباحي انما مثل العادة. وهلا يمكن هي اللي هو كانت قصة وزيادة يمكن لانه عم بتشتي والعالم بتصير تمشي على مهلها كمان بتبطأ حركة السير وبيتراكم السير. نعم حوادث هذا بالنسبة لحركة السير داخل بيروت. بالنسبة لطريق ظهر البيدر سالكة لجميع السيارات، ما في عندنا أي مشاكل عليها. اوكي. طريق ترشيش زحلة بعد لغاية الساعة للسيارات المجهزة أو ذات الدفع الرباعي نظرا أكيد للجليد، إنما مع شوية وقت بدأ شوية وقت بيرجع السير طبيعي. هذا بالنسبة للطرقات. حوادث بالنسبة للحوادث تسجل عنا ست حوادث سير للأسف كان في عنا قتيل وثمان جرحى بنتمنى لهم الشفاء العاجل. وبالنسبة لمحاضر الرادار السرعة الزائدة تنظم 920 محضر سرعة زائدة خلال الـ 24 ساعة. شكرا لك، أخذنا من وقتك نحن. الله معك، بريك ونرجع. لازم كلت حاجة برا قبل ما ترجع. والله حتة كنافة قد كده. هي دي بقى اللي عاملة لك الحموم. مش عارفة. شكلي كده مش هقدر أكمل اليوم. يعني أنت يا حمادة بتصوم؟ إن أنت بتفضل نايم لحد المدفع ما يضرب. أنا ريقي ناشف قوي يا ماما. مش عارفة أقول لك إيه بقى. خلاص اشرب. ما أنت برضو عيان يا حمادة وربنا غفور رحيم. ومن كان مريضا. أيوة. ومن كان مريضا. استغفر الله العظيم. يا ده انا كنت هموت. عاد الشر عليك يا حبيبي، بس لازم بقى يا حماده تطعم 60 مسكين عشان فطارك ده. طبعا يا ماما 70. يا صباح الخير. حماده والنبي هات لي حبيبي الشكبه جايه من الدولاب، نسيت اطلع الحجه بتاع البيت لنوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وصلت. رحلت ماما نونا، رحلت ام العيال، هي الممثلة المصرية كريمة مختار يلي عرفت بشخصية ماما نونا بمسلسل يتربى في عزه، هالعمل يلي شكل نقطة تحول بمسيرتها الفنية. رجع الشكمك ايه بقى مطرحها. ايوه بالراحه كده. بصي حماده عايزاك وانت ماشي حبيبي بص على نوال، لو كانت صاحيه اديها الحجه لانها بتنزل بدري قوي شغلها، جايز تفوت عليا تلقاني نايمه ما ترضاش تصحيني. فبعد صراع مع المرض توفيت مساء امبارح الخميس عن عمر 82 عام. وبداية مسيرتها الفنية كانت مع برنامج إذاعي للأطفال بابا شارو بالخمسينات، لتعود وتشارك بعدها بأول عمل إلها ثمن الحرية يلي قدمت فيه أيضا دور الأم، وكان بوقتها عمرها 33 سنة. أتصرف فيه عشان الجوازة يا أخويا. جت الجنازة، ما أنت يا واد اتجوزت ثلاث مرات، كل مرة كانت تطفش منك وتقول حقي برقبتي. انا هريحه بقى يا ام، انا عملت الشغلانه دي كده من غير فلوس لوجه الله. ارحمنا بقى وخش نام، انا محتاجه انام لي ساعتين، عندي بكره الصبح شغل في يومك اللي مش فايت المهبب ده. دلوقتي هو مهبب ماشي يا عسل، انا هروح انام دلوقتي. المشاهد اللي عم نشوفها هي من زهرة وأزواجها الخمسة، أيضا أكيد شاركت فيه الفنانة كريمة. كرت صبحة أدوار الأم مع الحفيد بالوالدين إحسانا وغيرهم،
كريمة مختار، هالشخصية يلي تميزت بالاتزان والهدوء، تزوجت من المخرج والممثل الراحل نور الدمر داش وأنجبت 4 أبناء منه. وقبل ما نتابع خلينا نشوف إذن صورته للفنان الراحل نور الدمر داش يلي أنجبت إذن 4 أبناء منه. وأحد أبنائه الإعلامي معتز الدمر داش صاحب برنامج 90 دقيقة. برزت كريمة مختار إذاعيا وتلفزيونيا فحصلت على عدة جوائز مثل جائزة النقاد عن دورة بفيلم ومضى قطار العمر. حاسب ايه ده؟ مين اللي هيقدر ياكل ده كله؟ ده يا دوبك بس هزور لصاحبنا بتاع غنيا. خد يا حبيبتي. لا 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 والنبي يا ماما، مش قادرة ادوق اللحمة ولا شم ريحتها. قلتي ايه؟ مش قادرة ادوق اللحمة ولا شم ريحتها. طب ما تتحركيش كتير عشان الجنين يثبت. مبروك يا جلال. الله يبارك فيك يا طنط. خلاص هتبقى اب. اب فعل الله ولا فالك، لسه بدري. بدري ده انا خلفت احلام بعد 9 أشهر تمام من ليله الدخله. ما هو عشان كده اللي يشوف احلام يقول انها اختك. احسن حاجه يا احلام يا حبيبتي ان الواحده تخلف بدري. احسن حاجه يا ماما ان الواحده تتمتع بحياتها الاول وبعدين الخلف ده يجي بعدين. المشاهد اللي عم نشوفها هي من فيلم الحفيد وايضا من اعمالها اذن ومضى قطار العمر. وهيك مضى عمر كريمة مختار بعد ما قدمت اكثر من 135 عمل درامي للتلفزيون المصري والعربي. خسارة كبيرة اذن للتلفزيون المصري والعربي. نتقدم بالتعازي للجسم الفني المصري والعربي على هالخسارة الكبيرة، واكيد رح تبقى اعمالها خالدة باذهان الجمهور العربي. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم دكتور نبيل حسني مؤسس جمعية التربية على السلام. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك أيضا مدير مدرسة، كنا سبق واستضفناك وحكينا عن منهج التربية بالمدرسة. اليوم عم نحكي معك أكثر عن كتاب صدر لإلك Leadership and Holistic Education بالإضافة لكتيب صدر باللغة العربية والإنجليزية. أول شيء كيف هالموسم الدراسة؟ الفحوصات عم زيدوها على التلاميذ؟ لا، نحن دايما مع التغيير والتطوير عم نركز أكثر على التفكير والتحليل والقيم والمهارات. المعلومات صار ما كتير إلى قيمة. اف هاي خطرة، هاي شو هالتصريح الخطير؟ كيف يعني؟ يعني ما بقى في حفظ للتلاميذ. تماما، يعني نحن هيدا هو الكتب هاي كلها عبارة عن تغيير كامل. نحن إذا بدنا نغير هالبلد لمظبوط يصير حضاري وثقافي واجتماعي وقادر يتكيف ويتطور ويخف الفساد ويصير في روح قيادية وفعالة، إيه بدنا نبلش بالتعليم والتربية، هي ثقافة السلام. ومن هيك احنا مسمين الكتاب هوليستيك ليدرشيب. يعني احنا منطلع ليش هلأ بهالوقت رجع طلعوا الكتب، وحيصير ان شاء الله كل 6 أشهر نطلع كتيب. لأنه العنف اللي عم نشوفه كل المنطقة وكل الهيدا عم يزيد مش عم ينقص. العنف بيجي من وراء 3 أشياء مبدئيا: استعمال العنف لإنهاء العنف اللي هو عم يولده وما حيخليه ما يتغير. 2، العدالة الاجتماعية الغير موجودة، واللي هي كمان لأنه في معايير مختلفة لدول مختلفة لثقافات مختلفة لأديان مختلفة إلى آخره. والشيء اللي أنا مركز عليه هو إنه طريقة التربية والتعليم بالمدارس وبالجامعات هي اللي بتوصلنا لمجتمع مثل اللي نحن فيه.
من هيك نحن يعني كل طريقة التعليم يلي هلا عم بيتم اتباعها من سنوات كثير طويلة كلها غلط. حتى غلط. اذا بدي اوصل لصير وزير تربية قريبا ان شاء الله بدي انتبه شو بدي اقول. نحن ما بنت عينك على كل الروح جديدة هلا. لا لا عن جديدة عن جديدة بعد في ست اشهر. لا أنا ما بدي أقول كانت غلط، كانت تتماشى مع هداك الزمن. مع هداك الزمن، يعني إحنا ما بقى مقبول نستعمل طرق كانت ممتازة يمكن وجيدة من سنوات، هلأ حالياً تغيرت المفاهيم، تغير التطور، ما بيصير نستعمل نفس الطريقة، مثل ما إذا بنطلع نطلع بالتليفون نحن بس من كام سنة كيف كان شكله الموبايل كيف شكله هلا نطلع بالكمبيوتر بده استحداث لبنان بده استحداث قوانين وبده استحداث كمان طيب خلينا نطلع بالصفوف كيف كانت وكيف صارت بطريقة التعليم أصلا بطريقة التعليم طيب ليه كل شيء تغير إلا طريقة التعليم وأهم شيء نحن يعني مفهوم المدرسة والتعليم بالجامعة وبالمدارس بده يروح أنه نحن هون لنعطي معلومات اللي كان أساسي من زمان ليه أوكي. ما كان في كمبيوتر ما كان في معلومات غير بالكتب والأستاذ أو المعلمة هلأ المعلومات موجودة على جوجل سو أنا شو شغلتي كمربي كمعلم كمثقف أنا شغلتي أخلق مناخ إيجابي وفعال لحتى الولد يقدر يكتشف الأشياء يفكر يحلل كيف؟ يعرف يجيب معلومة بطرق التعليم أوكي. أنا ما بقى علم طلسي هذا شو بيحكي الكتاب؟ هذا الكتاب بيحكي عن مفهوم كامل للتعليم والتعلم متكامل بيحكي أول شيء أنه أنا ما بدي أعمل شخص الأستاذ والمعلم بالجامعة أو المدرسة مش حدا عم يعطي معلومات ويعرف حاله مينه كإنسان بيحكي عن الإنسان كيف بقى أنا بقدر هالهيومن فاليوز كيف بوصلها كيف بدي يكون أنا أكون أول شيء إنسان مين أنا كشخص مش مين أنا كشغل بيرجع بيمشي بيحكي عن كيفية وضع خطة استراتيجية بيحكي عن مفهوم القيادة الفعالة والناجي والإيجابية بيرجع بيحكي يعني كل هول لحظة واحد بيقول لي شو خاص هول بالتعليم طب نحن كان عنا حصة بالمدرسة لحتى نفوت على التعليم والمنهج وإلى آخره كان عنا حصة بالمدرسة ومش من زمان كمان بلشوا فيها بالتربية المدنية هيدي كفيلة إلى حد ما أنه تعلم الأسس يعني الكتير باز بس لل يعني أنا انبسطت سألتيني هيدا لأنه هيدا بيخليني أقول ليش نحن عملنا الكتاب هيدا مش مضر بس مثل اللي بيقول نحن اليوم عنا عيد الشجرة مشان البيئة مرة بالسنة حصة جيدة بس نحن الكتاب بيحكي عن مفهوم متكامل أنا إذا بدي أعمل تغيير إيجابي بده يصير مفهوم التربية والتعليم والقيم والمهارات مبني كل يوم بكل ساعة مزبوط. يعني أنا بس كون بقى عم علم رياضيات مفروض عم حكي عم علم حقوق الإنسان عم كون عم علم البيئة عم كون عم حل النزاع هعطيكي مثل صغير أنا عم علم رياضيات طيب ما بدي أعلم النسبة المئوية لا بدي أحكي عن طاولات لكراسي شعر أشقر شعر أصفر لا بحكي عن قصدك شعر أصفر ودلت عليه لا لا, إيه؟ لا لا لأنه هلأ يمكن ما لازم أقول على تيفي حلياني وزغراني من آخر ما بكى لا هيدا اللي لازم تقوله طارق هيدا اكزاكتلي اللي لازم تقوله يسلم تمك سو نحن بدنا نغير بدنا هالنسبة يحكوا فيها نسبة النساء المعنفات لما بحكي عن هالنسبة نسبة الأولاد اللي عمرهم 12 عم يشتغلوا بالشارع نسبة البكتيريا بالبحر هيدا فيني أوصله دغري هيدا كله شو كون جبت مفهوم حول الإنسان على البيئة عصب بس اكتب موضوع أنشأ باللغة العربية الإنجليزية العربية كمان فيني اكتب عن مواضيع إلى معنى بعدين أنا ليه بدي أسأل هالأسئلة اللي أعطونا كان أي سنة صارت الحرب العالمية أعطونا مين إن بس ضروري هاي لا حقلك شو الضروري أكتر شو السؤال اللي لازم ينسأل هو شو كان ممكن نغير أو نوجد لنتفادى الحرب لحتى نتفادى الحرب طيب بس عم نحكي دكتور عن أمور أوكي منهجية وتعليمية وضرورية لمجاريات العصر هلأ بس هي أمور بدها كتير كتير وقت لتصير بين إيدينا وبالمناهج مزبوط وحتى مزبوط. طريقة الذهنية عند الأساتذة والمعلمات وطريقة التعليم يعني من هيك نحن عم نغير يعني وعم نطور من غير بس أنا بدي أشكر لويس سكولز اللي هني أربع مدارس لبنان حازمية داون تاون بالشمال يو أس أل بالكورة وبقدمة بدي أشكرهم ليه تبنوا تربية ثقافة السلام وصاروا جزء من المنهج هلأ نحن أنا هيدا الكتب وهول لحتى الكتيب ندعي شو؟ الكتيب تماما لأنه قالوا لي طيب هذا كبير والناس يعني ما عم تقرأ يعني موجهين للمدارس هيدي هول الكتيبات هيدا بالأخص موجه للمدارس للأساتذة وللحظة أنا شو كتبت عليه سميته تربية على السلام ثورة على اللامبالاة لامبالاة بشو؟
كل شيء. شو صاير فينا؟ صاير فينا انه بهالبلد مع مين ما تحكي، مثلا لاحظوا انتم بس بدنا وقت كتير، بده ياخذ وقت، صار الناس بتحس انه في نوع من الاستسلام. في نوع من الاستسلام. مزبوط. نحن بدنا نغير هالفكر، يعني انا هون لاقول لهم التاريخ واضح وموجود، ما في شيء ما بيتغير. السؤال نحن حيصير تغيير بلبنان، فيكون كتير سلبي. هلا عم تحكي عن تغيير وعم تحكي عن الوزاره، عرفنا شو عم بتسوي، نعرف وين حاطط عينك على شو. لا نحن كيف بده يصير تغيير بلبنان؟ خلينا نكون يعني كثير اذا بدك متجردين وشفافين. بده يصير تغيير ورا ثلاث اشياء. الاعلام الغير موجه اللي انا بوجه له تحيه، في كثير ناس عم تضوي على كثير اشياء، بده يجي من المجتمع المدني وبده يجي من طريقه التعليم والتربيه. ليه؟ اذا انا سياسي اليوم وموجود بسيستم عم يخدمني، ليه بدي غيره؟ يعني لو محلهم ما بغيره كمان. يعني سو نحن اذا بدنا نطلع التغيير حيجي اكيد. السؤال المجتمع المدني والاعلام الغير، على كل حال هلا وزير الاعلام عم يشتغل على قانون للاعلام الجديد ومنحييه لانه عم يحكي بالتغيير والتطوير، لانه كتير ممتاز. يعني الافكار اللي عم نشوفها جديده، من هيك انا قلت هلا لازم نحفز اكثر، من هيك حيكون في نحن بعدين. هي الجمعيه ما بس انه عم تعطي افق جديده لطريقه التعليم، هيدي عم تساعد كتير ناس. يعني احنا بنركز بالجمعيه على ثلاث اذا بدك اللي نعتبرهم العوامل الضعيفه بالمجتمع. الولد اللي نحن كل سنة هلأ عنا 16 ولد بنعلمه بدون مقابل، عم نساعده على النساء، لأنه كمان بعتبره أنا مجتمعنا لسوء الحظ مش مقبول حقوق الموجودة عندها. والثالث هن المسنين. سو عنا كمان هالناحية الاجتماعية، من هيك عنا عشاء سنوي نعمل فيه. السنة اللي حيكون مختلف بأيار، غير انه هيدا اسا هلأ نزل، هيدا ما وزعته، حقدركو ليبلش بالعشاء. اما الكتاب اللي طلع من كام شهر نعمل توقيع وندعى. سؤال اخير بس، بلشتوا بهيدا المنهج بالمدرسة، عم تلمسوا شي فرق عند التلاميذ هيك بيميزهم عن باقي تلاميذ غير مدارس؟ كتير عم نلمس، مش انا اكيد منحاز، بس عم نلمس منين بس يروحوا. امبارح كنت مجتمع لجنه الاهل وعم تقلي واو، يعني بدي اقول لك قديش حكوا كل اصحابي، راحوا عم يعملوا خدمه مجتمع. نحن كل ولد بالمدرسه بيعمل 30 ساعه خدمه مجتمع، وبنسميه سيرفيس ليرنينج. ليه؟ لانه المفروض يكون في تعلم، ما بس بروح بقضي وقت، لا انا ليش رايح، وبعد ما يرجع يعمل ريفلكشن ليش راح. وبيعملنا بنعمل كثير نشاطات. عم تقلي شو حكوا الاهل انه كيف اولادنا مش جايين بس ليتسلوا، لا اشتغلوا بس ينطفوا بينطفوا بس، يعني عم يحسوا بالمسؤوليه وبالتغيير بيجي قريبا. لا طيب بس اذا ما بلشنا بدنا نبلش، كيف بده يتغير؟ بدنا نبلش حتى لو رح ياخذ وقت الموضوع، بس ضروري نبلش. وانا بدعي المدارس كلها والجامعات الحابين، نحن قريبا انا حاتصل فيهم كلهم. الكتاب اوريدي توزع على كذا جامعه، اجا من كل جامعه ممثل واجا ناس من الوزاره، يعني صار موجود الكتاب الكبير. عم نحكي عن الكبير، عن الكبير الكتيب الصغير. طلبوا مني انه مين حيقرا كل هالكتاب الناس، حاعمل كل ست شهور كتيب بموضوع خاص ليصير هالتغيير. ونحن مستعدين نجي على المدارس على الجامعات لحتى ننمي هالروح ونساعدهم كيفيه دمج ثقافه السلام بالمنهج او بالجامعه او بالمجتمع المدني. صار في جامعه كمان هلا بلبنان اكيد سمعت فيها عن لا عنف، مزبوط مره استضفنا حدا يعني. اللي هو ممتاز، اللي قصه ناقصنا بلبنان انه نحن بس نحكي عن تربيه على السلام، نحن عم نحكي حل النزاعات بدون عنف. هو الانسان، الصحه والسلامه، البيئه، خدمه المجتمع، كل هول جزء منها. شو اللي عم يصير؟ مثلا انا ايام بلاقي بسمع على التي في عملوا شيء عن السلام. طيب هالاشخاص ان كانت الدوله ولا الاشخاص طلعوا عملوا نتفت ريسيرت ليشوف مين معني بالسلام. اذا ما صار تشابك وتعاطف، يعني احنا ما بدنا كلنا هي هول لالي هول عاملوا دكتور نبيل حسني ما حدا بيقول لا، نحن بدنا نعطي بدنا نشارك لنقدر يكون عندنا قوه ليصير في تغيير ايجابي. كثير منيح دكتور نبيل حسني، نحن بنشكر حضورك معنا، بنقول لك مبروك الكتاب وعقبال انه نوصل للاهداف اللي عم نرسمها، ولو اخذت نتفت وقت زياده. ثانك يو لكم وبشكركم كثير، دائما البرنامج الصباحي ثقافي واجتماعي، مشكورين جدا. ثانك يو، تسلم. بريك وبنرجع لاخبار الصباح. على
عودي معكم للمتابعة لليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2017. الشيف صار جاهز لينطلق اليوم بوصفته، ولكن قبل خلينا نروح مع غيدة بصلاة السينما اللبنانية. شو في عنا من أفلام فيكن تشوفوها؟ ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الموسيقي المنتظر لا لا لاند عن عازف بيانو جاز بينغرم بممثلة طموحة بلوس أنجلوس ومع مجموعة كتير كبيرة من أهم الميوزيكلز اللي انعملوا من الثلاثينات لمنتصف الستينات مع رايان غوزلينغ، أما ستون وجي كي سيمونز. وفيلم الأكشن Patriots Day عن نشاطات شرطي بالأحداث اللي وصلت للتفجير اللي صار بماراثون بوسطن سنة 2013 والتحقيق اللي ابتدى من بعده لملاحقة الإرهابيين وراء هالتفجير مع مارك وولبرغ، كيفن بيكن وجي كي سيمونز. Two bombers. We gotta find these guys before they do this to someone else. Every inch of this city is getting searched. We're shutting it down. We have traveled thousands of miles in search of a weapon more powerful than we've ever known. وفيلم الفانتسي The Great Wall عن مسألة غامضة حول إنشاء سور الصين العظيم مع مات ديمون وويلم دفو. What was that? There are many things you have not seen. Worth fighting. Hey. Busy. I don't want to take up a ton of your time, but I'm going to kill myself. والفيلم الكوميدي Edge of 17 عن صبية بتصير حياتها كتير صعبة وقت لصديقتها المقربة تبدأ علاقة مع خيال كبير مع هايلي ستاينفيلد وبليك جينر. Don't be afraid to put yourself out there. Are you even up there? But that's what best friends are for. Nick is like, what color is that? والفيلم الدرامي A Monster Calls عن صبي عم يبحث عن شجرة عملاقة للتأقلم مع مرض أمه القاتل مع لويس ماكدوغل، سيغورني ويفر وفيليسيتي جون. I wish I had 100 years. 100 years I could give to you. I'm afraid. Of course you are afraid. But you will make us through. For this is why you called me. Come on. وفيلم الفانتسي Assassin's Creed وقت لكالم لينش بيبحث بماضيه وبيكسب مهارات قاتل محترف بيكتشف انه من سلالة مجتمع قتلي سري مع مايكل فاسباندر، ماريون كوتيار، جيريمي ايرنز وبراندن كليسن. We work in the dark to serve the light. We are assassins. عودي للمتابعة. طبعا تنكو لقلك غيدة، هودي فكرة عن صلاة السينما اللبنانية. شو فيكن تشوفوا من أفلام؟ مثل ما قلتلكن كملوا نهاركن بضحكة وابتسامة. خلينا قبل ما ننتقل لعندك شيف، لأنه معنا وقت لنبلش نحضر، نقرأ بعض الكومنتس لبعض اللي وصلونا من بعض المشاهدين. طبعا والسؤال هو كان أنه إذا بتخلقوا وقت لقلكن خلال النهار إنكن تضحكوا وليه؟ تعرفوا شو بفيد الضحك غير انه بيشد الوجه، غير انه بيعلي المناعه، غير انه بيعطي البوزيتيف فايبس، غير انه بتقضوا نهار حلو بتتواصلوا مع الاخرين بشكل افضل، كمان بيعلي السيروتونين يلي هو كمان مسؤول عن السعاده وعن محاربه مجموعه كبيره من الامراض. اذا بتعملوا سحب الضحك بنهار ايه او لا وليش؟ صابرين طالب صباح الخير، بصراحه بتمنى كل يوم بس وقت بتجتمعوا انت ولما تكون بقمه الضحك والسعاده، اهم شيء حتى تتحسن صحتي شوي. وتحياتي وسلامي لكارلا ومايا. وصل روري ريتا، بونجورك يا احلى قمر. جوجو الغالي ثانكيو، انا وجهي ضحوك على طول، مبين عليك اصلا بضحك حتى لو كنت زعلانه لاني بحس انه بقدر اكسر حاجز الغضب ببسمه صغيره. معك حق، لانه تخيلي دقيقه من الغضب بتنزل مستوى المناعة لخمس ساعات لقدام، ودقيقة من الضحك لأربع وعشرين ساعة لقدام بتعلي جهاز المناعة. رنود عيتاني، صباحو، أنا الحمد لله من النوع اللي بيضل بيضحك شو لو شو ما صاير.
هلا يونس، الابتسامة أجمل على كل صباح وكل دقيقة، مشان بربح القلب يسعد صباح، مشان بتريح القلب صباحك جوزيف، منورين. ثانك يو. هلا تغريد مختار، هي سحب الضحك، ضحكة بالأول، بس نقصنا حبش وأناناس وجبنة لتكتمل المناعة. نهاركم سعيد. مش غلط، يلا جيبيهم واعطيني النتيجة بعدين ليعلى السيروتونين عندك. غريب انه مش جايبين سيرة الشوكولا، بس شكله بيعلي غير هرمون. مارو بونجو جوزيف، اكيد بتقصد اضحك، لانه بقصد اضحك لانه بحس اني عم اتجدد وعم بتنفس من جوا وبصير احلى واجمل وطبعا ايجابية اكتر. فيفا ميري بونجو جوزيف، ما في احلى من الضحك والابتسامة، بس بوقتها تكون بطريقة سخرية طبعا حتى ناخد طاقة ايجابية. كليوباترا، كتير حلو انه دايما بتضحك، صباحكم فرح ومرح ونهاركم سعيد يا رب ونهارك. فيفيون، يسعد صباحكم، غالبا تجيني نوبة الضحك الهستيرية بس مش كل يوم. نور صالح، بهالوضع الحلو بلبنان قلتها من ضحكي، ما قلتها من ضحكي كل يوم، معك حق. طبعا في بعض كمان بعض الكومنتس بعدين بنقرا هون. تحية لكل يلي تواصلوا معنا. خلينا نشوف شيف حسين كيف رح يبلش نهاره. شيف، ما ممنوع تطبخ بدون ضحك أكيد، ورشة ملح. يا صباح الخير لكل المشاهدين، مما كنتوا عم بتتابعونا اليوم نهارنا قصير ومحضرين طبقين كتير طيبين وسهلين. لكن في عندي البطاطا، طبعا نحن عم نحكي على بطاطا القاس، بعد ما قشرتها قطعتها وحطيتها بالماء عم بسلقها. لكن أول خطوة بلشنا بسلق بطاطا القاس لحتى نتبلها بعد ما تستوي بالكمون بالكزبرة. رح نحط لها خل بلسمك، ورح نحط لها من عصير الحامض، ونرجع نحطها باللبن وبالكعك وبالبيض ونليها. لكن هيدي بطاطا القلقاس، وهلأ أنا وياكم خلينا نبلش بالكفتة والبندورة. عندي لحمة ناعمة قدامي، حاطت عليها بصل مفروم ناعم، عندي فليفلة ملونة، عم بطع الفليفلة ملونة بهالشكل هيدا، رح ضيف الفليفلة للحمة، ورح نضيف كمان إلى من البقدونس، رح نحط من البهارات المشكلة، رح نحط كمان فلفل أسود، رشة ملح، رح ندعكن مع بعض، ورح نفرغ البندورة، رأس البندورة رح نفرغه ونحشي هالكفتة اللي عم نجهزها أو نحضرها أنا وياكم. طبعا بعد ما كون عاملين الصلصة اللي هي من التوم والزيت وعصير حامض إذا بدنا، بس أنا رح أحطلها توم وماي ونعنع يابس، فوتها على الفرن على درجة حرارة 200. لكن ضفنا الفلايفلة، في عندي من الملح، بدنا نملح الكفتة، عندي 7 بهارات، فينا نحط رشة قرفة صغيرة كمان، عندي من الفلفل الأسود، أوكي، وبعد في عندي من البقدونس، رح أجيب بقدونس كمان، أفرم البقدونس ناعم، وفينا نحط معه من البيض. لكن عندنا لحمة ناعمة، بصل ناعم، فليفلة ملونة، بهارات 7 بهارات، رشة قرفة صغيرة حطينا، فلفل أسود، وحطينا ملح، وهلأ عم نضيف لها البقدونس. أوكي، نجي لهون، ندعكها مثل ما عم نشوف بهالشكل هيدا مع الخضرة اللي ضفناها والبهارات، ريحتها كتير شهية. عندي البندورة، بدنا نفرغ البندورة ونحشيها من هيدي اللحمة ونحطهم بصينية، طبعا نفوتهم على الفرن على درجة حرارة 200. بس نحضر صلصة التوم، نحطها بكعب الصينية
صلصة الثوم اللي هي رح نحضرها، ثوم ناعم مع نعنع يابس، فلفل أسود. طبعا بدنا نغطي الصينية بألمنيوم فويل ونفوتها على الفرن. لكن هيدي اللحمة صارت جاهزة عندي أنا وياكم، خلينا نشوف كيف بدنا نفرغ فروس البندورة ونحضرهم. أوكي، هون في عندي البطاطا للقاس عم تنسلق، عم نسلقها لحتى تستوي. طبعا رح نشيلها نحن ونتبلها مثل ما حكينا شو رح نحط لها للبطاطا للقاس. هلا هيدا راس البندورة. اوكي، منجيب راس البندورة منقصه بهالشكل هيدا بالمعلقة. فيني اول شيء اعمله بالسكينة. اوكي، وبرجع بالمعلقة بقدر فرغه مثل ما عم نشوف. اوكي، لكن هيدي الحبة برجع بحط الغطاء عليها وبصفهم طبعا بالصينية. لكن انا رح كرر العملية لحتى تخلص كمية البندورة اللي عنا ونحشيها طبعا ونفوتها مثل ما حكينا على الفرن مع الصلصة بعد ما نلف الصينية بالألمنيوم فويل. اوكي، كمان نعمل بعض الحبات الموجودين. فينا نحن كمان هاي الحشوة نحشيها فليفلة، وفينا نحشيها كمان من الكوسة، وفينا نحشيها أيضا من الجزر. اوكي، ما ننسى بدنا نحضر صلصة الثوم اللي هي ثوم ناعم مثل ما حكينا، مع مي، مع نعنع يابس، مع بهارات، وبدنا نحطهم بكعب الصينية. بدنا نفوتهم على الفرن، بدهم حوالي 30 دقيقة بالفرن لحتى يستووا. طبعا هون نحن بعد ما نكون حكينا نغطيهم بالألمنيوم فويل، لأن بس نغطيهم بالألمنيوم فويل دغري بيستووا. كمان البطاطا بعد ما اسلقها رح شيلها وتبلها بكمون، بكزبرة يابسة، رح نحط لها من خل البلسمك، عصير حامض، زيت زيتون، وباخر فقرة طبعا انا وياكم رح نقلي البطاطا بعد ما نحطها باللبن ونحطها بالبيض ونحطها كمان بالكعك. اوكي، خلينا نشوف هون انا وياكم عندي من اللحمة، عندي لحمة بهالشكل بحطهم بحبة البندورة، برجع بغطيها وبحطها بالصينية. كمان لحمة مثل ما عم نشوف، لكن انا رح خلص هيدي، رح احشي البندورة كلهم. بعد ما احشي البندورة رح اعمل صلصة الثوم وفوت الصينية على الفرن على درجة حرارة 200، وباخر فقرة رح نشيلها نسكبها. اذا بدنا فينا نقدم معها من الرز الابيض، او فينا نقدم معها كمان من حيلا نوع من انواع الباستا. اوكي،
كمان بكرر العملية. لكن عندي بهيدي اللحمة لكل المشاهدين اللي انضموا لنا من جديد، حاطين نحنا بصل ناعم، لحمة مفرومة ناعمة مع فليفل ملونة مع بقدونس ناعم، وحطينا كمان بهارات مشكلة أو 7 بهارات ورشة قرفة، ملح وفلفل أسود. أوكي، بعد في عندي حبة هون كمان، في عندي كمان، في عندي فليفلة إذا بدنا. لكو شو رح فينا نعمل بالفليفلة، كمان فليفلة رح جيبها احشيها. اوكي، عم نحشي نحن فليفلة، كمان بنحطها. في عندي كمان فليفلة حمراء فيني احشيها. كمان وفي عندي فليفلة خضراء، كمان بحشي الفليفلة الخضراء. الفرن حامي طبعا. لكن مشاهدينا نحن خلصنا البندورة، حطينا الفليفلة، رح اعمل انا بعد صلصة التوم اللي هي ماي توم فلفل اسود رشة ملح، فيني حط لها شوي من عصير الحامض، وبدي حط لها نعنع يابس، حطهم بكعب الصينية، لفها ألمنيوم فويل وفوتها على الفرن على درجة حرارة 200. طبعا باخر فقرة بنشوف شو صار في عنا بالبندورة وبالفليفلة، وهلأ بالعودة لك جوزيف. تانكيو لك شيف، بنرجع لك طبعا باخر عالم الصباح. لكل مشاهدين بريك قصير، وبعدها بنعود للمتابعة. على صحة السلامة، خليكن معنا.